على الرغم من الضجة الأخيرة حول ضريبة القيمة المضافة، إلا إنها نوع قديم من الضرائب اللي بلشت في منتصف التسعينات في أوروبا، وبتعتبر هاي الأكثر شعبية لحديت الآن. نقدر نقول إنه ضريبة القيمة المضافة بتشبه لحد ما ضريبة المبيعات من ناحية تركيزها على المستهلك بدل الدخل، وبيتم دفعها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد من الإنتاج لحديت نقطة البيع. بس الفرق الرئيسي بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات التقليدية هو إنه ضريبة القيمة المضافة بيتم دفعها في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، ابتداء من الإنتاج وبعد هيك بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. أما ضريبة المبيعات بيتم فرضها على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط. غير هيك ضريبة القيمة المضافة لها مزايا كثيرة مقارنة مع غيرها من الضرائب، منها أنه ضريبة القيمة المضافة بتقلل من التهرب الضريبي، والميزة الثانية أنه الضريبة المدفوعة بتكون على القيمة المضافة ومش على السعر الإجمالي. أما بالنسبة لسلبيات ضريبة القيمة المضافة، بنقدر نقول إنه هاي الضريبة بتزيد من تكلفة المنتجات والخدمات بشكل واضح، لأنه حسابات ضريبة القيمة المضافة عملية معقدة ومكلفة على الشركات، كونها بتنحسب على كل منتج وعلى كل خطوة من خطوات العملية، وبالتالي بتنتقل هاي التكاليف للمستهلكين محدود الدخل اللي بينفقوا جزء كبير من دخلهم على هاي السلع الاستهلاكية.